الكونغو زي ما قلت لحضراتكم شكله غلط. احب اطمنك يا باشا انك معاك حته فرقه بسم الله ما شاء الله حاجه نيله. لو اتكلم مين من الموبايل؟ وزير الداخليه. ده يسجننا ده. نعم حبيبي. انا مش عايز السجن. ده على اساس ان احنا هنا في داندي مول. ممسوك في ايه يا سيد؟ تحرش. حطه في الدفاع. طبعا. الدكتور شناوي. دكتور في ايه؟ مخه واسنان. طب كنت عايز اعرف بس هو وزير الاسكان ساكن فين؟ انت مش دكتور نسا؟ انا مش نسا بس. امال ايه؟ انا نسا واولادي. علي الطلاق لو ما سكت لموتك وموت. ويه؟ كنت طول عمري مستني الفرصه دي تيجي وهي جت. مش معقول الوصول. حكمت المحكمه على المتهم كمال نجيب بالحبس 3 سنوات. الناس كلت وجه في البلد. ما هو باين طبعا. انكرايب مو بيش خالص. احنا هنلعب بطريقه العين صابتني ورب العرش نجاني. طب حسام غالي مالي بكام؟ استر معايا. الله اكبر. القلب ضعيف ما يبصش يا جماعه. انا ما حدش هيمنعني ان العب كور. امورتي الحلوه بقت طعمه بقت طعمه وليها سحر جديد. لا تروح لما بتبعد بتروح لبعيد. حد عنده اي سؤال؟ هو ايه فائق قال لاني عامل زي ايه فائق بتاعتنا بابا؟ توكلنا على الله. يلا يا رجاله.